أحلى بلد بلدي، أشجع ولد ولدي. صباحكو حكاوي بالمصري أعزائي المشاهدين على قناة الصحة والجمال. ودايما كده كل سنة ومصر طيبة، في انتصارات دايما ومحمية بإذن الله. النهاردة فقراتنا جميلة ومفيدة، بس قبل ما نبدأ ونقول عن فقراتنا تعالوا نصبح على زمايلي. صباح الخير يا هدى. صباح الخير يا شيماء. صباح الخير يا شيماء، ازيك؟ عامله ايه؟ تمام الحمد لله. انتوا اخباركم ايه؟ الحمد لله تمام. ازيك يا هدى؟ عامله ايه؟ الحمد لله تمام. يوم سعيد. تمام. يوم سعيد ان شاء الله. احنا النهارده حلقتنا ممتعه، معانا ضيف هيتكلم فيها عن كل ما يخص بقى الاسترس او يخص منتجات خاصه بالدايت، حاجات كتير هنتكلم فيها. واحنا مش هنتكلم هو من الضيف دلوقتي على قد ما احنا هنتكلم هي الحلقه هتكون خاصه بايه، صح يا شيماء؟ يعني انا الاول قبل ما نتكلم عن حلقه خاصه بايه، كل واحد فين تعالوا الفيدباك. الحلقه اللي فاتت كانت جميله، ايه رايكم؟ كانت حلوه. كان الكومنتات عليها كانت حلوه. احنا دلوقتي عندنا كل واحده او كل بنت او كل ست بيبقى عندها حلم قبل اي مناسبه ان هي تخس، لايف ستايل، بتبقى لايف ستايل. وبنفتكر الحلم ده قبل المناسبه باسبوعين تقريبا. قبلها باسبوعين، ودايما انت فكري ان انت عايزه تعملي لجسمك فورمه. أيوة. وان انا لازم البس فستان بمواصفات 1 2 3، صح؟ فاكره الفرح اللي كان عندنا في شهر 6؟ انا لازم اخس 11 كيلو في اقل من اسبوعين، اتصرفي. هنعمل ايه؟ افضل بقى لا ما اكلش، لا انا مش هاكل، لا انا هعملش كوبايه ميه دافيه بليمون. اكيد ليكي تجربه برضو يا هدى. بس يعني هي المشكله ان احنا المفروض نبدا بدري شويه، يعني احنا مش قبل المناسبه باسبوعين. ما احنا بنعرف المناسبه قبلها باسبوع او اسبوعين. طب ما نشتغل على نفسنا من قبل المناسبات، مش لازم مناسبات يا جماعه. ولا لا انا نزلت لقيت الفستان. لا ما هي المناسبه هي اللي بتجبرك ان انت خلاص بقى ده انا هخس. يعني لا الفستان ده انا عايزاه يبقى متجسم عشان ما يبانش الدفوهيه في الحته الفلانيه، لا الحته الفلانيه. فاضطر ان انا اخس. ولما نيجي بقى نروح لدكتور يروح يقول لك ايه، بصي هو انت هتنزلي الاسبوع ده دهون بنسبه كذا، بس الميزان ثابت لسه شويه. طب انا عايزه انزل الاثنين، انزل الاثنين ازاي؟ لا ما هو انت اسبوع دهون واسبوع ميزان، وممكن اسبوع ميزان وشهر دهون. طب انا عادل الاثنين ازاي؟ انا لا عايزه ابص للميزان افرح ان انا عملت حاجه في الاسبوع، فرحني. وتيجي بقى مثلا واحده صاحبتك تيجي تقول لك ايه، انا مشيت على الوصفه دي وما خسيتش. طب انا اللي انا هي خسيت يعني غيرها خس، يعني انت خسيتي، هل انا اعرف اخس على اللي انت خسيتيه؟ وهنا نرجع بقى للمثل اللي بيقول لك ايه، اسال مجرب ولا ما تسالش طبيب. تمام. المثل ده مشكله كلنا دايما بنمشي عليه، صح ولا لا؟ طبعا. يعني وانت يا جماعه بقى اصلا جربتي حاجه وخسيتي في غيرك جرب نفس الحاجه وما خسش؟ طب جالك عليها ستريس او جالك مودك كان متغير؟ طبعا. خلاف بقى الامساك والحاجات اللي بنتعرض يعني دي. طب ما تحكي لنا كده حته كده. زهق، نرفزه. تخيلي بقى ان انت قاعده كده والدوبامين اشتغل عندك ان انت عايزه تاكلي حته شوكولاته. اسمها شوكولاته. لا شوكولاته، مش اسمها شوكولاته. هي كده كده محرومين منها، ولا شوكولاته ولا شوكولاته، ما فيش خلاص. فده طبعا بيعمل لك مشكله. طب انا هعمل ايه؟ طب انا لازم بقى افكر ان انا اعمل دايت، ولازم بقى ابتدي ان انا بقى اسبوع عشان احس ان انا عملته ده هيجيب نتيجه ولا لا. طب ما جابش نتيجه، هبتدي ان انا اعمل ايه بقى؟ ابتدي ان انا اروح لدكتور متخصص. انا عايزه اخس 1 2 3. والكلمه الشائعه اللي دايما بنقولها، يا دكتور اديني حاجه تساعد معايا في حرق الدهون بسرعه. ويا ريت الحاجه اللي بناخدها دي اصلا ايه بتبقى ماشيه معايا بوزيتيف، لا هي بتبقى نيجاتيف اصلا. بتخلي مودي جميل جدا، بتخلي عندك امساك فظيع جدا. طبعا. بتخليكي ان انت خلاص بتتخني مع دبان وشك اصلا، وكمان بيعمل لك كمان دوار. لا ده في حاجات كتير، ده غير بقى ايه الادويه اللي موجوده في السوق، منتجات كتير كتير كتير. كل ده بقى هنتكلم عنه. كل ده بيأثر على ارتفاع ضغط الدم كمان يا شيماء. طبعا. طبعا. وانت قاعده ساكته ليه؟ قولي موقف كده يا موقف؟ انا بقى قولي لي موقف حصل لك كده في موضوع الرشيد، بس موقف يعني. بصي كنت في رابعه كليه وكنت قررت ان انا اعمل دايت، كانت اول مره في حياتي اعمل دايت، كان وزني 95 كيلو. فرحت عند دكتوره ما وكنت بنزل معاها بس بطيء، ميزان بطيء، دهون ما كنتش بنزل دهون، ولكن كنت دايما اقول لها اديني حاجه حتى لو الكوست بتاعها عالي مش هتفرق كتير، المهم ان انا انزل دهون. فقالت لي ماشي، فكتبت لي منتج من منتجات ان هو الادويه وخدتها.
عايزه اقول لك كانت الاسعاف كل يوم بتنقلني المستشفى بسبب الدواء ده. ليه؟ عشان عمل لي ارتفاع في ضغط الدم واثر ان انا يا اما اشرب على الاقل وانا قاعده 10 باكيتات عصير علشان اعوض اللي انا فاقداه ده كله، لان كان بيجي لي دوخه وضغطي مرتفع، يا اما يتعلق لي محلول، وانا طبعا ما يتعلقليش محلول، انت فاهماني؟ من هنا قررت انا مفيش دايت هعمله الا لما اتخرج، ولما اتخرجت فعلا عملت دايت كويس جدا وخسيت فيه 25 كيلو. تمام، حلوه. وما كانتش الادويه، كنتش باخد ادويه خالص، كان دايت بقى اللي هو ناتشورال، طب حاجه طبيعيه، انت فاهمه؟ انا قعدت اخد في بدايه الدايت اسبوع فاكهه، تخيلي اللي انت اسبوع فاكهه، وده دايت كيميائي اصلا، ولما تيجي تتخني بتتخني الضعف. هو بيجيب نتيجه، بس المشكله انت بترجعي بسرعه جدا، يعني ممكن لو الاسبوع اللي وراه خلاص الموضوع وبترجعي تاني، بترجعي تاني. ما فيش حد بيبقى ثابت، لازم يحصل فيه لخبطه وترجعي تاني. فكل ده بقى هنتكلم عنه بس بعد الفاصل، استنونا. ورجعنا لكم اعزائي المشاهدين في برنامج حكاوينا بالمصري، وان شاء الله كده الحلقه تنول اعجابكم. وهيكون منورنا في الاستوديو استاذ ماجد النحاس. ازيك يا استاذ ماجد؟ الحمد لله. ازيك يا شيماء؟ اخبارك ايه؟ مستر ماجد النحاس هو وكيل تجاري لاحدى شركات الرعايه الصحيه من ضمن 4 وكلاء تجاريين على مستوى العالم، هدف دايمون لاقوى فريق على مستوى العالم والافريقي. ساعدوني بالترحيب بيه شيماء وهدى. ازيك يا مستر؟ عامل ايه؟ شرفتنا النهارده. انا سعيد جدا ان انا موجود معاكم النهارده، وكمان مبسوط ان انا موجود على شاشه الصحه والجمال، وان شاء الله تكون حلقه كويسه جدا ومفيده للناس يعني. ان شاء الله استاذ ماجد، انت جاي النهارده تكلمنا عن ايه؟ والله يا شباب انا جاي اكلمكم عن القاتل الجديد. تمام، ايه هو القاتل الجديد؟ الاسترس والضغط العصبي والنفسي. احنا دخلنا في سايكولوجي صح؟ يعني لحد ما، ولكن عشان احنا اشتغلنا فيها كتير قوي، فالموضوع بالنسبه لنا لقينا ان الاسترس هو تقريبا سبب نسبه 95% من الامراض اللي بنعاني منها كلها. يعني تقريبا نسبه 95% من المرضى اللي بيروحوا للدكاتره سببها الاساسي بيكون الاسترس. فكان اي مرض احنا بنشوفه ممكن يكون موجود عندنا عضوي، هو في البدايه بيكون نفسي. يعني مثلا لو بصينا على السكر سببه الاسترس، الضغط العالي سببه الاسترس، هنيجي نشوف برضو الكانسر من ضمن مسبباته هو الاسترس. فلما نيجي نشوف مثلا الاسترس زي ايه، انا حد قال لي كلمه ما عجبتنيش، بقلب المود، فالمود بتاعي اختلف، وبعدين كتمت في نفسي بقى واتضايقت جدا. طب وبعدين هتلاقي ان انت عندك الادرينالين عالي والكورتيزول، ده اثر على ايه؟ رد فعلك بقى مختلف، خلى كل حاجه عندك في الوظائف الادراكيه فيها ارتباك. بمعنى ان انا دلوقتي، يعني انا الحل ان انا افضل كده عندي ستريس؟ لا، الناس بدوا عشان يخرجوا من الستريس ده يعلوا صوتهم فيتضايقوا. فاحيانا ده بيهدي الاسترس شويه، عشان كده اي حد ممكن يعلي صوته لو كان في مشكله او زعل بيتضايق، تلاقي الموضوع ممكن يكون هدي عنده شويه، طالما ايه خرج الشحنه دي. هنا بقى نيجي نقول ايه، طب انا لازم اقل ادب عليه او غلط فيه يعني؟ لا مش شرط، بس انت هنا تقدر تكون عندك بعض الحاجات اللي تساعدك ان ده يقل من عندك. هو ربنا خلقنا ان الطبيعي لما نتعصب ان الكورتيزول والادرينالين دول يهدوا، بس احنا عندنا كمصريين الموضوع مختلف شويه. يعني مثلا تعالوا كده نشوف ان في اب داخل في رمضان مثلا وجاي من يوم متعب جدا، ودخل البيت قاعد على الكرسي اللي جنب الباب وبيريح وفاضل ربع ساعه على الفطار، فتخيل كده معايا المشهد قد ايه تعبان، وطبعا شاف طفل بيشب من الشباك، تحس ان الدنيا كلها قفلت في وشه، فهيعمل ايه؟ حاجه بتيجي فيه تلقائيه باندفاعيه ان هو يقوم يلحق الطفل ده. طب معلش، مش هو هنا كان تعبان؟ طب ازاي قام؟ الادرينالين هنا بقى ربنا خلقنا ان في غده فوق الكلى اسمها الغده الكظريه، بيطلع منها هرمونين، هو ربنا خليهم عشان الحاجات اللي هي الخطر اللي زي دي، شعور الخطر. تمام. فراح جابوا وقف الدم بقى الادرينالين والكورتيزول ده عن القلب، وقفوا عن وقفوا عن العضلات، وقفوا عن المعده، روح بس انت ضخ الدم ده لا عشان تعمل مجهود وترجع تاني. ما دي اشاره خدها الجهاز العصبي ان هو يعمل حاجه زي. فانا دلوقتي خلاص بالنسبه لي الدم كله في عند العضله، ايه اللي هيحصل؟ رحت جبت البيبي ونزلته، رد فعله بقى ايه مع السيدات اللي في المطبخ؟
يوم بقى مش معدي اليوم ده. هيفضل يتعصب وينفعل، واحتمال بقى في المشاهد اللي زي دي حد مشكلة. يغمى عليه او حد يقع، يروح المستشفى للدكتور، ايه يا دكتور ماله؟ سوري اصله جاله سكر، اصله جاله ضغط، اصله جالها جلطه. مش ده اللي بيحصل في الزعل؟ فيا دكتور ده كان كويس ما كانش عنده الكلام ده، اصل حد زعله. سبب بس زعل. احيانا بعد الموقف ده يا مستر لما بيحصل ان هو بيلحق الطفل بعد خلاص التاثير بيروح ممكن يقع. ما هو ده بقى جاي نتيجه ايه؟ نتيجه انه ممكن يكون القلب في الفتره دي زي ما قلت لك هو كان في حاله استرخاء، فلما يشوف ضغط الدم العالي ده عضله القلب انقبضت، الموضوع بقى مختلف. يعني ممكن يكون بالنسبه له انا اول مره بيحصل معايا الموقف ده، ولكن انا مش قادر اتحمل الاسترس، لان حتى الكورتيزول والادرينالين دول هم لما المفروض يرجعوا عندنا احنا كمصريين او كشعب، يعني كشعب مثلا عربي بشكل عام، بتلاقي ان الانفعال ده بيزيد اكتر، فتلاقي الكلام ده خبط في العظام، خبط في الركب، خبط في المفاصل بشكل عام، في القلب، اي حاجه بيشوفها قدامه بيخبط فيها. طب الحل؟ والله الحل هو حاجه واحده بس، فصل الاسترس ده. ان انا خليني يعني الطاقه السلبيه اللي موجوده في الجسم ما تاثرش على الاداء الحركي وعلى الجهاز الحركي بشكل عام. ونفصل ازاي؟ نفصل ازاي؟ يعني خلينا نقول مثلا بشكل طبيعي، وده اللي احنا ممكن نكون جايين نتكلم عليه النهارده. ان انا اكون باخد حاجه طبيعيه. طيب المتعارف عليه دلوقتي لما حد يكون عنده المشكله دي ممكن بيكون بياخد حاجه كيميكال، صح؟ انا ضد الكيميكال تماما. سواء كان من خلال عقاقير او خلال الليكويد بشكل عام. طب هنعمل ايه؟ يعني ما فيش غيره. بصراحة أنا الكيميكال ده أؤمن بيه بس في المستشفيات. طول ما أنا بره المستشفى لا ما أخدش كيميكال، أخد حاجات طبيعية. زي ألمانيا، نروح بعيد ليه؟ البلد دي تقريباً بقى لها أكتر من 15 20 سنة كدا. عايشة بس بالحاجات الطبيعية. فده يقدر يحسن مستوى حاجات كتير قوي عندنا في الجسم. هناخد اتصال، معانا اتصال أستاذ رمضان من البحر الأحمر. السلام عليكم. سلام ورحمة الله وبركاته، إزي حضرتك؟ عشانك الشهر رمضان طائر للدكتور بحر الأحمر. أهلا وسهلا بحضرتك، تفضل. والله أنا بصراحة يعني لي أسبوعين أنا بيب المنتجات ما جاتنيش، وأنا عندي الضغط وتعبان. يعني إذا كنت المواضيع بتاعتكم مستنين لما أموت ولا إيه الواقع؟ المسؤولين مستعدين فينا. سلامتك يا أستاذ رمضان. هنتواصل مع حضرتك يا فندم. هنتواصل مع حضرتك. ألف سلامة عليك يا أستاذ رمضان. فممكن حاجه زي مشكله استاذ رمضان كده، انا في ضغط ومحتاج حاجه زي دي. طب ما هو الحاجات الطبيعيه اللي احنا بناخدها برده ما بتعالجش. يعني لما نيجي نبص مثلا حد متوتر دلوقتي او عنده مرض مثلا زي وسواس قهري او عنده مثلا يعني تشنج في الاعصاب، الحاجات دي كلها اي حاجه لها علاقه بالجهاز العصبي، فهاخد له ليمون. انا متوتر ده لو انا متوتر هدي اعصابي شويه. طب لو حد بقى عنده الحاجات اللي هي اكتئاب والوسواس القهري والكلام ده كله، ده موضوع ولا حتى يعني غيط ليمون كله، بالعكس ده هيجيب له قرحه في المعده. صح. طب يعني دلوقتي ما الحاجات الطبيعيه انت نصحتنا بيها وبتتكلم عليها، طب ما هي دلوقتي ما لهاش افكت، امال ايه الحاجه الطبيعيه اللي ممكن يكون ليها افكت وزاوت سايد افكت؟ هو ده بقى اللي احنا بنتكلم عليه. ريلي وزاوت سايد افكت. وزاوت سايد افكت ريلي. يس. بعدين هو صعب يتحكم اصلا، يعني حد هو اصلا نيرفز شويه، حتى لو عنده حاجه هو مش هيعمل حساب ان انا عندي سكر مثلا او عندي ضغط فاخاف على نفسي، مش بيحصل الكلام ده. لا انا عندي فضول يا هدى اعرف ايه الحاجه اصلا اللي هتتحكم فيها ما تخليش يحصل كده. هنعرف دلوقتي مستر ماجد. احنا لما بنتكلم مثلا على حاجه زي منتج او عشبه الريديوله، عشبه الريديوله دي الزهره الذهبيه دي متعارف عليها في العالم كله وتحديدا في شرق اسيا وروسيا، ان هي خاصه بشغل فصل الاسترس عن الجسم بشكل عام. يعني اللي انا ما وصلوش لمرحله المخ اخره يكون في المرحله دي. طب هو بيعمل ايه؟ هو بيشتغل على فكره ان انا لما يكون عندي مثلا اكتئاب او عندي توتر هاخده، مش هيخليني يحصل معايا نفس الاعراض الجانبيه بتاعه الاسترس ده. يعني زي ايه؟ هاخده مثلا مش هتوتر؟ لا هنتوتر بس مش هيحصل معايا الاعراض دي. فهو دوره ان يخلي الغده الكظريه تخلي الكورتيزول والادرينالين بعد ما يعملوا مجهود في الوقت اللي الجسم محتاجه، وده اللي هنتكلم عليه في حاجه اسمها الجهاز السمبثاوي والباراسمبثاوي. بعد اذن حضرتك يا مستر، بس ممكن حضرتك وانت بتتكلم توضح علشان الناس ما تبقاش فاكره ان دي حاجه زي مثلا بنتعاطاها فهي بتنشط. لا،
هي خليه مثلا نايمه فهي بتساعد على ان هي تشتغل، ولكن كحاجه ان انا مش باخدها من بره بتنشط. فممكن بس حضرتك تبقى توضحها علشان ما حدش ياخد فكره ان هي خاصه كده. اكيد اكيد احنا بس هنتكلم على فكره ان عندك الجهاز الارادي واللا ارادي. الطبيعي ان هما الاثنين مختلفين بشكل واضح، ولكن في حاله الراحه المفروض انا بكون عندي الجهاز ده مرتاح جدا، ولكن تلاقينا وانا مثلا عندي ارق قاعد بفكر كتير، فتلاقي الوظائف هنا عماله تلخبط مع بعضها، فبقتش انت عارف تتعامل زي الاول. تمام. نفس الكلام في الاسترس، بتلاقي ردود افعالك مختلفه. ليه؟ هتلاقي بقى عندك ممكن منتج الريديول او عشبه الريديولا دي بتدخل ما توصلش الكورتيزول عندك للمرحله بتاعه الاعصاب، اخرها انها تكون موجوده عند العضل فتهدى تاني. ليميت معين. ليميت معين. طب الحاجه دي ممكن اكون انا باخدها يعني عشبه كده وخلاص. طب هي مكوناتها ايه؟ ما احنا جايين بقى للنقطه دي. مش عشبه باخدها وخلاص. لا، ده مستخلصات الاعشاب. تمام. وهنا بقى يعني لازم يعني طبيعيه ما فيش فيها كيميكال. يس. هدى، سؤال ليكي، انت كنت حابه تسالي عن الريديولا في المكونات او الاستخدام، انت كنت سالتيني فقلت لك اسالي مستر مجد عليه. هو حضرتك بتقولي ان هي الريديولا نفسها هتتكون معانا من عشبه الريديولا ومعاها اعشاب. هو العشبه الاساسيه الريديولا او المكون الاساسي او عشبه الريديولا دي او الزهره دي. فهي بتدخل تعمل ايه في الجسم زي ما اتفقنا؟ بتفصل الاسترس خالص، بلس انها بتقلل المشاكل اللي ممكن تكون ناتجه بعد عمليه التوتر دي. طب انا بالنسبه لي لما اخد الريديولا مش هتوتر؟ لا، هنتوتر اهو، بس عندك في حاجه تانية بتحصل في الدوبامين والسيروتونين. وده المشكله اللي انا بقول لك عليها، انا ضد الكيميكال تماما. في المواقف اللي زي دي لو الدكتور ادى حاجه كيميكال، يا بتعلي الادرينالين في السماء يا بتعلي السيروتونين في السماء. دور عشبه الريديولا انها تعمل ميديوليت ما بين الاثنين، ضبط يعادل معدل زي نسبه كده الاثنين لواحد للسيروتونين والدوبامين. يبقى حضرتك كده دخلت في حته الاكتئاب، لان الاكتئاب عنده دوبامين وسيروتونين، فاحنا كده يعتبر ان الريديولا ممكن تساعد في علاج الاكتئاب طبعا بشكل كبير جدا. سواء بقى الاكتئاب ده كان مزمن او لسه في بداياته، ايا كان. واحنا مننا عايشين في مصر، فانا عايز اقول لكم مفيش لا وكتير طبعا بيقبلوا طبعا على الدايت، بيحصل لهم طبعا اكتئاب وارتفاع في ضغط الدم واوقات كتيره بيجي لي دوخه والشعر والعظم. وعايز اقول لك مشكله كمان الضغط دي يعني ممكن تؤدي ان حد يموت. عشان كده كانوا بيقولوا لنا الرعشه، في كتير جدا بيشتكوا من رعشه اليد. يعني كانوا بيقولوا لنا زمان او احنا لسه صغيرين، اوعى تنام وانت زعلان. صح. ليه؟ احتمال فعلا وانا زعلان ومتضايق توصل لمرحله الموت. صح. ليه؟ من كتر الضغط اللي انا فيه وكتمت. بس في ناس كتيره بتوصلنا لمراحل كده. هو ده طبيعي جدا في الحياه، ان لازم يكون في ابس اند داونز. بس بالنسبه لجسمك، انا لازم اتعرف على الثقافه اللي تخليني ابدا ان انا احافظ عليه. يعني تقدر نقول لحضرتك بتوجه الرساله لكل اختلاف الثقافات. مش طبعا مش شرط حد، مش فئه معينه. دي حقيقه. وفي نفس الوقت انت لما تتكلمي عن الجسم، انا ممكن اكون بتعامل معاه ازاي؟ صاحبه. يعني ما تفكرش زي ما قالت كده مس هدى من شويه ومش شيماء، احنا عندنا نقطه الناس ما بتاخدش بالها في الضغط والسكر ان هم عندهم وبيتعصبوا اكتر. طب وبعدين الناس سايبه الصحه في اخر حاجه يا مستر، احنا عايزين الصحه دي تبقى اول حاجه. تعالي كده نحسبها مع بعض يا ندى. اتفضل. لو في حد معاه 1,000,000 جنيه مثلا شايلهم، هنقول ان رقم واحد هي الصحه، والست اصفار دول الزوجه، العربيه، البيزنس بتاعه، اصحابه، رصيده في البنك، واولاده. تمام. دول الست اصفار. طب لو حصل حاجه في رقم واحد، حياه البني ادم ده بتساوي ايه؟ ولا حاجه، صفر بس كبير شويه. صح. فكل الحاجات دي مش هتفيده. صح. فاذا انا خدت بالي من الصحه هو العامل الاساسي فعلا، كل ده هيبقى كويس. وعلشان اخد بالي منها هو لازم ده يبقى كويس. صح. تمام. مستر ماجد، يعني احنا نقدر نقول ان احنا دلوقتي الريديولا هتهديني، مش هتوتر، ولا هتوتر لكن هي هتشتغل على الجهاز من عند يعني جهاز جسمي من جوه؟ مش هنوصل يعني انا هتوتر فعلا ولا مش هتوتر؟ لا، هو بص، الطبيعي ان احنا بنتوتر كلنا زي مين مثلا؟ انا داخل على امتحان، حد مثلا بيجري وراه كلبه او قطه، الناس اللي عندها فوبيا من الحاجات دي، فهجري غصب عني، انا بتوتر. صح. وانا سايق حصل مشكله فبتوتر، فدي حاجه مستحيل نبطلها طبعا. انا قصدي مش هتخليني هاديه، مش لا هتخليني هي هتقلل. انا هتقلل بقى شغل الوظائف الادراكيه الغلط اللي بيحصل. تمام. يعني فكره الجهاز العصبي انه ياخد اشارات، يعني مثلا نشوف مثلا حد بس مش هنحس بيها فعلا. ما انا هقول لك اهو، حله سخنه وحد حاطط ايده عليها ومش واخد باله.
في اشارات كده في الايد تلامس تطلع بقى الاشارات دي من خلال الجهاز العصبي تخش للمخ تترجمها فتدي له ان الجهاز الحركي يصدق. لازم يشيل لازم يتحرك بالظبط. انا بقى بعمل ايه وانا منفعل؟ الموضوع بالنسبه لي هيكون اهدى بكتير. يعني هتهدي فعلا. ايوه صح كده، مش هبقى متوتره او ان انا نيرف زي كل مره لا مثلا. لا 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 يعني احتمال مع استخدام الراديولا لو انت شايفه المفروض تكوني عصبيه وحد بيقول انت ليه مش عصبيه، احتمال هو يتضايق منك. ايه البرود اللي انت ايوه بالظبط كده، هو ده اللي انا بقوله. ايوه بالظبط يعني الراديولا فعلا بتفصل المشكله دي. طب من سن كام سنه اقدر اقول ان المنتج ده حد ياخده؟ احنا ممكن نتكلم من اول سن 14 واحنا طالعين، وطبعا يعني بعد سن المراهقه نقدر نقول وطبعا كل ده حسب الحالات، لان احنا في جسمنا بشكل عام لو احنا مثلا الاربعه جالنا برد ربنا يعافيكم طبعا لو جينا خدنا نفس الدواء او نفس العلاج مستحيل نخف نفسه. بالظبط كل واحد وتاثيره، ممكن واحد ما برجع هنا لاربع حاجات. اول حاجه مدى قوه او ضعف الجهاز المناعي في الفتره دي، بالظبط مدى تمكن المرض من جسمي، قوه الاجهزه الحيويه، واخر حاجه العمر او السن. فالاربعه دول مفيش اتنين منهم شبه حد فينا. الجرعه بتاعته بقى يا مستر بتبقى قد ايه؟ والله الدوز بتاعته زي ما قلت لك على حسب الشكل بتاع المشكله ايه. يعني مش هتبقى حاجه ثابته مثلا قرصين لا 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 خالص الصبح خالص. انا عندي دوز ثابته للناس اللي ممكن يكون بياخدوا الحاجه بشكل وقائي. دي ثابته، انت حاجه كده سبلمنتس فود تقدر ان انت تتعامل بيها الصبح بالليل دوز ثابته. طب بالنسبه للرياضيين بقى، بما ان الراديولا دي طبعا بتهدي وفي ريلاكس، فانا بقى عايزه اقول كل ما هو بيمارس رياضه طبعا بيحافظ على نمو العضله وكمان عشان المفاصل وما يحصلهاش اضرار، وبياخد منتجات زي البروتين والامينو. تمام. انا عايزه اعرف بقى الراديولا هنا تعمل له ايه او تفيده في ايه؟ كويس. احنا بنشوف بعض الالعاب الرياضيه ان تلاقي اللاعب رابط الصباعين دول او دول ببلاستر. ليه؟ غصب عنه بيتوتر. يعني مثلا لو نفتكر محمد صلاح فكان ماتش عندنا في مصر وداخلين على الدقيقه تقريبا 86 ودخل فينا جون، وطبعا احنا تعادلنا 1-1 كنا احنا كسبانين. ده وصلنا لايه؟ ان احنا نفس الفكره بتاعت ال 30 سنه اللي قاعدين مش عارفين ندخل كاس العالم، فهو عارف لو رحنا هناك عند غانا هنتغلب او نتعادل فنطلع بره. شفتوا انتوا بقى الضغط العصبي والشديد اللي محمد صلاح كان فيه بعد الجون ما دخل؟ كان في فيديو مشهور قوي اصعب 7 دقائق في حياه مصر او في الكره المصريه، قعد يتعصب ومتضايق وفجاه رجع تاني بيشجع نفسه بيشجع الناس. واراد ربنا ان احنا نعيش بروسس كده في 3-4 دقائق لحد الوقت النهائي جالنا ضربه جزاء. انتوا متخيلين بقى لاعب شايل هم 30 سنه ما دخلناش فيهم كاس عالم و100 مليون قاعد مستني والاستاد مستني لحظه زي دي، انتوا متخيلين الضغط النفسي اللي هو فيه؟ فاكيد الرياضي ممكن يكون محتاج حاجه زي الراديولا، بس تشتغل معاه ازاي بقى؟ ايوه. منتخب روسيا منتخب الى حد ما مش مصنف دوليا، خدتوا بالكم منه في كاس العالم الاخير احرج منتخبات كبيره جدا. ليه؟ شغل الاساسي عند الروس الراديولا. طب هي بتعمل ايه؟ بتضخ اكبر كم من الاكسجين للعضله وده غذائها الاساسي بعد البروتين. فبيساعد ان يخلي العضله تاخد الاسترتش بتاعها بشكل سليم فتتحمل اكتر من المجهود البدني، وفي نفس الوقت انا بقلل الاسترس. فبالمناسبه كنت قاعد مع حد من اعضاء مجلس اداره اتحاد الكوره قبل بطوله الامم الافريقيه بدون ذكر اسماء يعني سين من الناس اللي هو اللي انحلوا دول. فقلت له المنتخب في الفتره دي بما ان البطوله في ارضنا محتاج الراديولا، وطبعا كان في معاه كذا منتج، كان رمضان صبحي ساعتها كلمه في التليفون وقال له استنى بس يا رمضان ان شاء الله ربنا يكرمك وتدخل البطوله عشان رمضان ما دخلش. فبقول له انا بكلمك في ايه وانت بترد على التليفون؟ انا بكلمك في حاجه، منتخب روسيا لما كنا في كاس العالم احرجنا واحرج ناس كتير قوي بغض النظر بقى عن المستوى البدني، بس هم الحاجه دي فرقت معاه هنحتاجها. خد الحاجه ركنها عنده فتره وبعد فتره جه كلمني وقال لي انت كنت صح. امتى؟ لما جرب على الحاجه دي وسالها سال عنها لقى فعلا الموضوع كده. فبدا بقى الموضوع بيختلف بالنسبه له. هو عنده اكاديميه وشغل كده مع ناس خدوا كلهم استخدموا الكلام ده فرق معاه. عايزه معانا اتصال ناخد اتصال. هو انا كل ما اتصل بيجري. ازيك يا مي؟ كويسه الحمد لله تمام. الاخبارك ايه؟ والله تمام. اتفضلي حبيبتي لو سمحتي معايا سؤال. اتفضلي. انا عندي 10 ليلي عايز يسبب لي اول ما يكون خارج رايحه مكان
من كتر الخوف عايزه ان نحس ان رجلها مش قادره نشيلها من على الارض. عندي توتر حتى انا وانا البس. لو كنت رايحه المكان قبليها بيوم انا اكون خايفه يعني مجهزه المكان ده وخايفه ان انا رحاله. فهمان حضرتك؟ انا سامعاكي كملي. انا مش عارفه نلقى حل الموضوع ده يعني. انا لما نكشف اقول له ما فيش علاج. انت عايزه حاجه تقلل الخوف اللي دايما بيبقى عندك صح؟ انا لما يكون خارجه ببقى خايفه وموت الشتا ان حد يعني لدرجه ان انا مش عايزه اروح مكان. مشكله في الوظائف الحركيه. فهي عايزه حاجه هنا يا مي. الموضوع مش علاج. اللي احنا بنتكلم عليه ده مش علاج، ده مكمل غذائي طبيعي ومش بديل كمان عن الدواء، ولكنه هو هيساعدني ان يوصلني لمرحله الاسترس يهدى عندي والخوف والتوتر. فمن هنا ابدا بقى ان انا اقول ايه، انا ممكن اكون بتحسن شويه في اداء الحركه، في اداء العين، في اداء كمان القلب، ضربات القلب، كل المشاكل اللي ممكن تكون عندك تبدا انها تقل شويه مع الاستخدام. الموضوع كام سنة؟ انت عندك كام سنه يا مي؟ انا عندي 23 سنه. 23 سنه. طيب خلاص يا مي، انت ممكن تتواصلي معانا زي ما مس شيماء هتقول لك. الارقام، تابعينا الارقام على الشاشه اتصلي بيهم وهم هيتواصلوا معاكي من فريق الشركه. شكرا لاتصالك يا مي. شكرا. هي عندها مشكله في الوظائف الحركيه يا مستر، فهو هنا بيأثر الاسترس وبيأثر على الخوف. فهي عايزه حاجه بقى فعلا، يعني الروديولا هنا هتساعدها في حاجات كتيره جدا فعلا. خدي بالك ان لما والكادريفال اويل كمان. لما اكون انت مذاكره بقى لما اكون بتكلم عن مشكله زي العشاء الليلي دي، هي ممكن تسبب يعني اخطار رهيبه جدا. ممكن تخش كمان على ان لو هي بتسوق حادثه. الموضوع ده خطير. حصلت الرجل وقفت مره. فمعنى كده ان هي وصل الكورتيزول والادرينالين هو بيلعب في الجسم براحته. فالموضوع معلش يا مستر، سؤال بعد اذنك. هو دلوقتي حضرتك بتقول ان هو للراضيين بيديهم طاقه اكتر، بيديهم، معنى كده ان ممكن مش راضيين بس الموضوع ده هيحصل مثلا لو ست بيت بتشتغل بتنزل شغلها هترجع عندها اعباء البيت، المذاكره، تمارين، فمعنى كده ان احنا مش موضوع بقى ان احنا هنهدى كمان، احنا هيدينا نشاط اكتر، حيويه، هنقدر نعمل واجباتنا هيعلي بسرعه احسن يعني. صح كده؟ لا، لكن خليني اقول لك على حاجه، يعني الستات تقريبا ممكن يكونوا عندهم مجهود عضلي اكتر مننا. مش يعني البيت كله على كتافهم. الفقرات بيت والولاد. فده مأثر على ايه بقى؟ هتلاقي في مشاكل بتيجي لسيدات البيت زي مثلا الانزلاق الغضروفي او الام الديسك. فقرات العنقيه. الحمل اللي بشيله وفقرات العنق. فانا هنا اعمل ايه؟ لما نشوف مثلا مشكله الغضاريف بتيجي منين؟ بتيجي نتيجه ان في حمل زياده انا شلته ممكن. فخلى الفقرات ضغطت فالغضروف ممكن يكون خرج، فهنا بقى جت مشكله كبيره في عصب، في خشونه، لان الفقرات دلوقتي ما بقاش في حاجه تفصل ما بينهم. هنا بقى الريديولا هي مش بتعالج مشكله الغضاريف. لا، هي بتعمل ايه؟ هي بتشوف السبب كان ايه؟ سبب ان العضله ريحت. فلما ريحت ضغطت على الفقرات فعملت المشكله اللي احنا بنتكلم عليها. فالريديولا لما تبدا تاخدها في الجرعه بتاعتها العضله تفوق تاني. لو كانت كده، شوفوا ناس عندها قتب شويه صح؟ العضله ترجع تفوق تشد تاني الفقرات دي، فكل حاجه ترجع لوضعها. طب انا هنا حصل لي مشكله غضاريف، حصل لي مشكله خشونه. لا، يبقى انا ما عالجتش بقى المشكله، لا انا عالجت السبب الاساسي. بعدين اشوف حل للمشكله. حضرتك ذكرت في لعيبه الكوره ان هم السبعين دول. كمان في الايفنتات لما بيبقى في حد قاده بيقدم ايفنت او حاجه دايما بيبقى لازم يقعد البروتوكول ده. ايوه، علشان خاطر طبيعي هو بني ادم مش نازل من كوكب تاني يعني. فطبيعي عنده ستريس، فلازم يعمل كده علشان يفصل عمليه الاسترس المتزايد. بالظبط. فده كمان بيفرق معاه. طيب انا هلاحظ امتى؟ يعني ممكن اخد العبوه كلها عشان ابدا الاحظ ان انا بقيت احسن. الستات هي اللي عايزه تسال في الموضوع كمان. هل الام الحامل ممكن تاخد المنتج ده؟ لا، احنا هنا في عندنا حاجه اسمها موانع استخدام. يعني مثلا زي العسل الابيض. حد مختلف ان هو فيه شفاء للناس؟ مش حد معنا مختلف في ده صح؟ لا. طب هل ربنا هنا خصص بقى شفاء من انهي مرض؟ ما خصصش. طب هل قال انهي ناس؟ ما قالش. اذا ده معناه ان حاجه عامه. ولكن هل ده معناه ان الطفل وهو في السنه الاولى ينفع ياخد عسل نحل؟ لا. اذا في موانع تمنع ده. فممكن الحامل او المرضعه
ملهاش عندي غير حاجتين وممكن نتكلم عليهم في وقت تاني ويفيدهم جدا في المرحله دي، سواء في مرحله الحمل او بعد الحمل. طب سؤال خطر على بالي كده، ممكن يكون مثلا المتصل بناء على ان انت هتديني منتج الاعراض كذا، طب هل في طبيب هيصدق على الحاجه دي ان انا اخدها؟ اه، ما انا قلت لك ليه مش لو خدنا نفس العلاج او العقار ده مش هنخف في نفس الوقت للاربع حاجات دول. فانا بدات اعمل ايه؟ والله يا جماعه اي حد عنده مشكله انت غالي عندي حتى لو انا ما اعرفكش. فيهمني جدا ان لما يكون عندك اي مشكله صحيه هات لي التقارير الطبيه والاشعه والتحاليل، وانا عندي فريق من البحث العلمي مكون من الجامعه الالمانيه والجامعه الامريكيه والقاهره وعين شمس والمنيا، كل دورهم تشخيص ووصف الحالات دي عشان المنتجات تاخد اللي ممكن تفيد. هناخد اتصال. الو الو مساء الخير. ازيك يا استاذ ياسر؟ اهلا، ازي حضرتك؟ منورين الدنيا. الله يخليك، بهنيكوا على البرنامج وبهنيكوا على الحلقه الجميله. ميرسي جدا، ميرسي جدا. اتفضل اتفضل سؤالك. كنت عايز اعرف بس اذا كان السمنه اللي انتوا يعني كان الحديث عنها في بدايه البرنامج بتعمل ستريس برضو، هم سؤالين. سؤال اتفضل. السؤال الثاني، طب ليه الموزعين في الاعشاب الطبيه لان هي ملهاش اي اضرار جانبيه ما يروحوش للدكاتره، والدكاتره فعلا يعني هي اللي تحاول ان هي تدي الناس ده يعني تبعدهم عن الكيميكال اللي هو اضراره كتيره يعني. تمام تمام، استاذ ماجد هيرد على الاسئله. هرد عليك يا احنا بالفعل. اتفضل. مستر ماجد اكيد حضرتك بقى هو بيتكلم على السمنه وبيتكلم على المنتج. على موضوع التوزيع والدكاتره. طيب لو هنتكلم عن السمنه هيظهر عندنا دور رائع جدا للريديولا. الريديولا خلينا نتكلم عليها في الماركت كله سواء جوه مصر او بره، هي النحات. ليه النحات؟ لانه بيشتغل ميجر على دهون البطن والارداف، هو داخل لدول بس. بالظبط. تمام. ليه؟ لان خلينا نقول مثلا ان التوتر ده هيخليك ان حصل لك مشكله في الهضم، مشكله في عمليه الاخراج، خلينا نتكلم كمان في مشكله زي ما قلنا الشعر والحاجات دي. ده مشكله ان في منتجات اصلا انا واللي باخدها بتعمل لي امساك ومانيش. خلاص يعني بتدمر ال نقط وحبوب نصار، بنشتغل على الحاجات دي. وبعدين تعمل كده بتتكلم على المنتج ده بقى كده ان هو كده بيعالج الـ الـ الحاله الصحيه او الحاله البدنيه اللي موجوده، الحاله النفسيه بقى هيعمل اكتئاب كده. بس خلينا في السمنه، هو ده الشغل بتاعه. ليه؟ اي دهون زادت في جسمك غصب عننا، تخيل كده حضرتك مثلا جبت صندوق مثلا 10 سم في 10 سم وحطيت بالونه وقعدت تنفخ 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 تنفخ، فايه اللي هيحصل؟ البالونه دي غصب عنك هتفرقع. فالضغط اللي حصل ده نتيجه الدهون اللي زادت ضغط على بعض الغدد او الافرازات خلاها مش زي الاول. واخدين بالنا؟ فهنا لا، اللي هيفيد جدا جدا الريديولا في عمليه السليمنج بشكل عام. واللي عايز يعمل شيفنج، في مدربين كتير جدا في انواع كتير من الجيم برضو بدون ذكر اسماء، خدوا الريديولا واصبح الكورس بتاعهم ما يستغنوش عنه، دوز الصبح ودوز بالليل. بعض الانديه الكبار جدا اللي بدانا معاهم برضو ممكن يكونوا الحاجه دي اساسيه عندهم للعيبه. طب فلما نيجي نتكلم عنها لا هتفيد في حاجات كتير جدا. طب بالنسبه للمنتج استاذ ياسر كان بيتكلم عن الدكاتره والاطباء. بصوا يا جماعه، احنا في بدايه الحلقه قلنا عمليه انا مش او عامه احنا كفريق او كشركه دايموند مش مؤمنين بالعلاج الكيميكال. احنا كلنا من واحنا صغيرين قد كده بدا الكيميكال في جسمنا ما شاء الله، اي مشكله خد كيميكال، خد علاج كيميكال، صح؟ نكبر شويه خد كيميكال. ليه؟ مفعوله سريع. فبدا جسمنا كل ما بنكبر في مخزن ما شاء الله بيكبر عندنا للسايد افكتس، وبنيجي نستغرب ليه الناس بتموت بدري، هو ده السبب. فاحنا سمعنا الكلام بتاع اجدادنا ومشينا في طريق الاعشاب، طلعنا لقيناها بتاخد وقت طويل وما بتعالجش، خلاص مش هنسمع كلامهم، الناس دي دقه قديمه مع ان كلامهم صح. لا، نروح للكيميكال ونسمع كلام الدكاتره. اوكي، ممكن بقى نشوف نتيجه اللي احنا سمعنا كلامهم ايه اللي حصل، وده مش معناه ان ما نروحش للدكتور، بالعكس. ولكن دلوقتي احنا مصر هي البلد الوحيده اللي عندها حاجه اسمها استشاره بعد الكشف. هو انا لسه كنت بتكلم بقول اسال مجرب ولا ما تسالش طبيب. تخيل بقى ان المثال ده ما ينفعش ينطبق على الطبيب، قول على المحامي، قول على المهندس، بس ده لازم اساله. ولكن الا من رحم ربي طبعا، هم اللي بياخدوا بالهم من الحاجه دي. صح. طب انا عندي سؤال يا مصر خاص بالريديولا، هل الريديولا شغاله على النوعين من الدهون اللي هي الدهون المتراكمه من سنين فاتت سابقه، ولا اللي هي الدهون اللي موجوده يوميا اللي بتدخل جسمنا نتيجه الحاجات اللي بناخدها؟ طيب هي بتشتغل على الاثنين يا مش ندى.
تمام. بس خليني اقفل بس الاستاذ ياسر النقطه دي تمام. وهرجع تمام. للموضوع بتاعك ده مهم جدا. تمام. فلو جينا قلنا طب معنى ان مصر عندها الكلام ده والدكاتره بيتاجروا بصحه البني ادمين الا من رحم ربي، على طول. ليه؟ كم دكتور ممكن تكون رحت له ولازم تروح استشاره؟ كل الدكاتره كله بلا استثناء، حتى الاطفال. ودلوقتي كمان بقت الاستشاره بفيزا ثانيه عشان بيجربوا فينا الدواء. فاذا جاب معاك نتيجه كويس، ربنا يكرمك، ما جابش نتيجه تعالى بقى اكتب لك على دواء غيره، وتتقسم فلوس الاستشاره على الجلستين. سوري يعني انا بتكلم في كده، احنا قلنا الا من رحم ربي، في دكاتره كتير جدا محترمه. صح. ولكن يعني هصر برضه اقول ان الصيدليه اصبحت لما بتودي المنتج للشخص دليفري، مصر بقى عندها حاجه حصريه بالموضوع ده. احنا البلد الوحيده اللي عندها صيدليه دليفري. الكلام ده مش موجود بره. حتى الدول اللي ممكن تكون بدأ بقى لها 10 15 سنه ظهر على الخريطه انها فيها تقدم. فده ليه اصبح الطب بزنس يدار. فهنا بالنسبه لي انا مش ضد ان انا الناس تروح تاخد دواء، بالعكس انا بقول المنتج بتاعي مكمل غذائي وليس علاج ولا بديل عن الدواء. تمام. السؤال ده فنقدر بقى نشوف الدكاتره اللي ممكن تكون عندها نفس المسج ان مش هتاجر بصحه حد، والله اتفضل حاجتنا وهتحافظ على البراند ده وهتوصله للشخص اللي يستاهله. انا معاك. طب احنا كده اتكلمنا عن الرجوله، عايزين نخش لايه؟ طب السؤال اللي انا سالته حضرتك قلت اجاوب عليه. ماشي. اللي هو خاص بفكره الدهون قبل وبعد. يس. طيب انا بالنسبه لي لما اقول هو هينحت او هيشتغل على فكره ان انا اضيع الدهون اللي قبل كده، فانا سمحت ان دي حاجه يعني الدهون دي برضو اصبحت عندك جزء يعني جزء منك. فانت بتفقديها عندك حاجه اسمها ايه بقى؟ خمول كده بتحس بيه وفيها زيان في الجسم. صح. لان في جزء من جسمك بيتشال. تمام. فاصبحت هنا ايه وكان شددني فعلا. فهنا طالما المكان ده فاضي فاصبح ان كل المكونات اللي جايه جديد مفيش جزيئات هتقعد على جزيئات تانية. خلاص. وبرده في حاجه كمان ممكن نتكلم عليها دلوقتي، تقدر تخلي الكلام ده يحرق بشكل اكتر. ازاي بقى؟ ازاي يعني؟ مثلا لما نشوف في كورس انتوا اتكلمتوا تقريبا عن التخسيس في اول الحلقه. صح. والشيبنج، وانا عايز حاجه بسرعه تخلينا خد صح اسبوعين. عندي مناسبه ولازم ابقى ليا شكل وعايزه البس فستان بمواصفات 1 2 3، فابتدي اروح للمنتج ده ما اشتغلش. طب ابتدي بقى احرم نفسي بجرب واخش بقى في ضغط وديستريس وامساك ومش قادره وعايزه اكل اعصابي الشوكولاته. مش باكل شوكولاته في الاخر. شوكولاته فعلا حاجه مهمه جدا. طب النقطه دي احنا اتكلمنا فيها برضو، قلنا على يعني موضوع مستخلصات الاعشاب. احنا مش بنتكلم في اعشاب. فلما اجي اتكلم على حاجه تساعدني على ان الدهون دي ما تتراكمش تاني، لا احنا هنا ممكن نتكلم بقى في ملك الشبع، الكينج بتاع الشبع، اللوشي. حاجه رائعه جدا هتوصلك. هو طبعا يعني مركباته بسيطه جدا، سيليوم ماشي درجه اولى كمان اتحاد اوروبي، ومختلف عن السيليوم اللي ممكن يكون موجود عندنا في الماركت، ان معظمهم يا اما 3 جرام يا اما 4 وما بقاش موجود دلوقتي. لا السيليوم بتاعنا هو 5 جرام والفليفر بتاعه بطعم الاورنج. وعايز اقول لك على حاجه، يعني انا لو ينفع على الهوا دلوقتي نعمل التجربه دي. هو سيليوم مش اللي هو بيدخل المعده. بطعم ايه؟ بيبدا الفليفر بتاعه اورنج. انا قلت لك فيدخل المعده ينفش فيخلي محتوى الاكل اللي انت هتاكليه في الوجبه اقل بكتير من المنسوب الطبيعي اللي انت متعوده عليه. يعمل عمليه اشباع بشكل كبير جدا. تمام. خلاص. فهنا نتكلم، لو عايز اعمل مثلا، لو كان ينفع ممكن نعمل تجربه، بس اكيد عشان الوقت بتاعنا او مين اللي هيشرب معانا الوقت. هنيجي نبص على اللوشي. انا بقول لك خد اللوشي ده بعد ما تقلبه كويس اشربه، ولو حضرتك جيت كنت جعان ما تكلمنيش. يعني احنا نقدر بقى نقول ان انا من بعد الساعه 12 شكل الثلاجه كلنا بيعجبنا، فممكن ناخده بقى نستعين بيه من بعد الساعه 12 بالليل. لا هو بيتاخد قبل الاكل. قبل الاكل عشان انا جعت بالليل. ما انا بقول لك اهو اللي ممكن يكون عنده الشراهه دي ياخده خد منه اتنين تو ساشت في اليوم. لكن اللي ممكن يكون عنده الموضوع هادي شويه يكفي عليه مثلا بعد قبل الغداء او قبل العشاء. لكن الفطار يقول لك الوجبه عادي، فطرت فطرت ما فطرتش فطار بسيط. وخلينا بقى نركز يا جماعه في النظام الغذائي اللي عايزه تخس بسرعه دي. مش سحر. لا 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 مفيش حاجه سحر. انت محتاج نظام غذائي. هو مثلث كده تريانجل. نظام غذائي، الضلع الثاني رياضه، الضلع الثالث مكمل غذائي محترم
معلوم المصدر. طب معدل فقدان الوزن ريديولا لوشي نظام غذائي في الشهر؟ يعني خلينا نتكلم في متوسط من 4 ل 6 كيلو. وعلى حسب برضو الجسم. على حسب الكيس. في حالات هتلاقي عندها الموضوع اكبر بكتير. لو هي معديه ال 90 كيلو. يعني في وزن معين ولا؟ لا لا انا بتكلم بشكل عام. في حاجه اسمها في ناس عندها سمنه وفي ناس عندها وزن زايد. لا السمنه دول لازم يكون بقى ملك الحرق. الجرين بيرن. ده هنتكلم عنه في ده كورس الجرين بيرن ده موضوع تاني للحرق ممكن نتكلم عليه في وقت تاني. ولكن بالنسبه لفقدان الوزن ريديولا معلوشي بتتكلمي في من 4 ل 6 ده بشكل امن وفعال لمرضى الضغط والقلب والسكر وكمان مشاكل القولون. يعني ميزان ودهون صح؟ لسه اقول يعني نقدر نقول ان لوشي بيعمل عمليه اشباع، الريديو مع الريديولا بيعمل عمليه نحت واخراج كل اللي موجود كله في الجسم مع النظام الغذائي. يعني انا ممكن كده اخس ميزان واخس دهون في الاسبوع. تمام. مش ميزان اسبوع ودهون اللي انا عايزاه بقى. بالظبط. وان بادي بقى قبل وبعد عشان خاطر نعرف الموضوع بس. مستر احنا برضو لينا سن معين ولا؟ يعني مثلا في اطفال بيبقى بيجوا مثلا برضو زي ما ندى كانت بتقول بيجوا بالليل عايزه تاكل حاجه حلوه، عايزه تاكل شيبسي، عايزه تاكل شوكولاته، عايزه. انا نفسي باجي من بعد الساعه 12 شكل الثلاجه بيعجبني وعايز اكل اي حاجه. هو هيبقى امن برضو للاطفال ولا هو من سن معين؟ انا بالنسبه للاطفال بنصح دايما ان انا برضو عندي اليوم حاجتين. الحاجتين دول برضو احنا مش هنتكلم فيهم النهارده خالص. فكره بقى ان هو عايز ينزل وزنه محتاج زي ما اتفقنا ان بادي واعرف نسبه الميه في جسمه قد ايه، في شويه حاجات كده محتاجها والوزن والدهون متكرره وببدا ايوه بزوط. وببدا ان انا مع فريق البحث العلمي نشوف فريق. ايه افضل حاجه تناسب الطفل في الوضع ده والحوامل والرضع. ما بنصحش ان هم برضه ياخدوا المنتج ده الا بنصيحه الطبيب او بالرجوع لفريق البحث. طب انا دلوقتي بتفرج على البرنامج وعايزه ان انا اتواصل مع الفريق عشان عايزه 1 2 3 ايه هي الخطوات اللي يعملها عشان يبتدي ان هو يوصل ليكوا وتبتدوا تديله المنتج؟ الموضوع بسيط جدا من خلال الارقام اللي ممكن تكون ظاهره على الشاشه عندكم. تمام. اوكي. او من خلال الصفحه بتاعتنا اوكي جي دايت تقدر توصل لكل المعلومات اللي انت محتاجها، تقدر تتواصل مع الفريق المختص. تمام. وكمان هم هيكونوا بيساعدوك في عمليه الشحن ويوصلوا لك الحاجه لحد البيت. تمام. هو منتج هيبقى معايا اساسي ولا لما انا اكون عايز اعمل دايت بس يعني اخده وانا ماشيه مع دكتور مثلا وماشيه بنظام ريجيم ولا لما هقف وجسمي خلاص اتعدل وانا وصلت للجسم المناسب ليا والوزن اللي انا كنت عايزاه اوقفه؟ يعني المفروض ايه الاصح يعني؟ ده سؤال مهم. بص هو الاصح دايما ان احنا في حياتنا ما ينفعش نستغنى عن السبلمنتس فود. ولكن ربنا عز وجل خلقنا مش محتاجين لا دواء ولا محتاجين سبلمنتس فود. ليه؟ هو المفروض جهاز المناعه بيقوم بكل الادوار اللي احنا محتاجينها. ولكن ليه قالوا على السرطان انه مرض خبيث؟ لانه بيجي في نقطه كده بيعمل ايه؟ كفر على الخليه. فجهاز المناعه كل يوم يفضل يعدي يشوف هل في جسم غريب ولا لا. فما بيشوفوش. واخد بالك؟ فتخيلي جهاز المناعه احتمال يعطل اهو. احنا كلنا بيحصل مع معظمنا كده بنشوفه. تمام. فتعالي بقى نشوف النقطه الثانيه بتاعت هل انا هحتاجه بشكل مستمر ولا لا. طول ما الجهاز المناعي سليم حضرتك بخير. طيب طول ما احنا يعني شربنا من نيلها، شمينا من نفس الهواء الجميل ده، اكلنا من نفس الاكل اللي ممكن يكون مش مرشوش، فحضرتك مش بخير. او لو في حد بخير يعني يقول لي انت فين وانا اروح اسكن جنبك. كلنا نروح نسكن جنبك. فهنا لازم يكون في سبلمنت سود بس بشكل تاني زي ما بنقول امن وفعال ومعلوم المصدر. يعني هنقلل الجرعه مثلا شويه. يعني هو دور المكملات الغذائيه وتحديدا مستخلصات الاعشاب اللي بنتكلم عليها النهارده ان هو هيساعدك انك تقلل الكيميكال اللي بتاخده وفي بعض المراحل تبطله خالص. لان دور المكمل الغذائي هو بيكمل اللي ناقص في جسمنا. طب ممكن سؤال يتسال يا مستر، العشبه دي جايه منين؟ دي حاجات مستورده. تمام. يعني دي جايه من شرق اسيا وحصل عليها بعض التجارب والدراسات الكتير. وعايز اقول لك كان في جماعه كده زمان انا مش متذكر اسمهم دلوقتي، كانوا بيطلعوا زمان في العصور القديمه كل شغلهم ان هم يطلعوا قمم الجبال ويبداوا يعملوا استكشافات والحاجات دي. فبيقول لك ان ريديولا هي سبب نسبه 90% من تقدم الشعوب دي وتحديدا في شرق اسيا وفي روسيا كمان اللي وصلتهم ان يكون عندهم حضارات كبيره. ليه؟ انت بتطلع قمم كبيره جدا محتاج مجهود عضلي جامد. فالريديولا كانت بتدي زي ما اتفقنا الاكسجين اللازم لعمليه الضغط البدني اللي انت تكون فيه. فنقدر نقول الريديولا دلوقتي بتشتغل على
الضغط العصبي والنفسي والبدني كمان. مين فينا ما يخلو من الحاجات طبعًا. دي طبعا نهائي كده يا دكتور. خلاص يعني ايه الرساله اللي حضرتك تحب توجهها؟ والله اللي انا عايز اقوله في عمليه الصحه روشته صغيره. اول حاجه ان انت ممكن تكون بالنسبه للنظام الغذائي مش دايت ومش ريجيم. النظام الغذائي ممكن نقول عليه حاجه لايف ستايل، حاجه اساسيه. تابع مع حد تكون بتثق فيه في نظامك الغذائي علشان تكون عارف ايه الحاجات اللي بتسبب دهون زياده، ايه الحاجات اللي ممكن تعملك ستريس. ايه ده، هو في اكل ممكن يعملك ستريس؟ اه طبعا. في نظام غلط ممكن اكل لما اكل بالليل يعمل ستريس. امال القولون بقى عصبي منين؟ يعني لو جينا بصينا لمرحله القولون يكاد يكون ان هو عايز يعني يطلع يقول لك ارحمني بسبب الموضوع ده. فبلاش ناكل بالليل. البكليات اللي دايما بتبقى بالليل دي حقيقه. خليك معظم اكلك مشويات. ابعد عن الحاجات المقليه كتير. ركز كل شغلك حتى لما يكون عندك ستريس وضغط عصبي او نفسي، يعني فكر في اي حاجه الا الموضوع اللي انت فيه دلوقتي تخرج منه. احنا نقفل بقنا ونقفل الثلاجه على الساعه 9 مثلا. لا لا 6 الطبيعي بقى ان بعد ضوء الشمس بدري قوي 6 دي. اه زي ما اجدادنا قالوا لنا بعد اختفاء ضوء الشمس مفيش حاجه تنزل المعده. ده بيبدا يومنا بعد اختفاء ضوء الشمس. ودي حاجه مش افضل. معلش سؤال بس، هو دلوقتي انا لاحظت ان استاذ رمضان اللي اتصل او استاذه مي واستاذ ياسر اللي اتصل لكنتهم تقريبا مش قاهره، محافظات. هو احنا دلوقتي بنوزع محافظات، يعني عندنا التوزيع الشغل بتاعنا يقدر يوصل لاي منطقه واي محافظه. ما هو وكيل تجاري لاحدى شركات الرعايه الصحيه من ضمن 4 وكلاء تجاريين على مستوى العالم. يعني اي ثينك ان هو بيلف. تمام، يعني مش هيبقى في مشكله ان الناس دي تتواصل ويوصل لها المنتج. لا لا خالص، بالعكس احنا عندنا ما شاء الله يعني في موزعين كتير قوي في المنتج. شكرا شكرا ليك جدا استاذ ماجد، حلقه قويه ومفيده. شكرا، اشوفكم على خير الثلاث الجاي في حكاوينا بالمصري. باي باي.